حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده باحمر لو اسود. تشوفون مشاهدينا 22 ورقه من الواحد للعشرة احمر وياهم جوكر احمر، وايضا من الواحد للعشرة اسود وياهم جوكر اسود. طريقه التواصل معنا والمشاركه في برنامج احمر لو اسود كلش سهله مشاهدينا، ومتابعين البرنامج يعرفوها، بس اللي ما متابع وما شايف البرنامج احب اشرح له طريقه المشاركه باحمر لو اسود. الطريقه كلها سهله، انه احنا راح نشوفكم رقم راح يظهر اسفل الشاشه، هذا الرقم سيفوه في تليفوناتكم وتكتبون عليه احمر لو اسود وتبعثون لنا مسج على الواتساب. يعني ما راح اخسركم ولا سنت، واي متسابق يشارك ويانا بالبرنامج ما راح يخسر ولا سنت، بس يدز على الواتساب والشباب قاعدين بالكنترول هم اللي يتصلون بي. قانون البرنامج كالآتي، هذا قانون مهم، كل متسابق وحاب يشارك ويانا بالبرنامج لازم يعرف هذه النقطة المهمة، انه انت من تبعث مسج على الواتساب وتريد تشارك بالبرنامج، انه انت من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 10 بالليل وقت البرنامج، انه انت لازم تكون امام شاشة السومرية تتابع البرنامج. والنقطة المهمة الأخرى اللي أنا أحب أنوه عليها، أنه أي شخص نتصل به إحنا شوية نصينا صوت التلفزيون ويسمعنا فقط من التليفون حتى نقدر نسمعه واضح ويسمعنا واضح، وإن شاء الله اليوم المتصلين كلهم يكون عندهم حظ ويفوزون. يعني البرنامج هو يعتمد على الحظ ويعتمد على اللون المفضل وعلى الرقم المفضل، وبنفس الوقت التفاؤل، كل شخص لازم يتفائل بحظه ولازم من نتصل عليه انه هو يكون جاهز. وبنفس الوقت شكو شخص يتواصل ويانا وبعدنا ما متصلين به ليقول ما عندي حظ راح نرجع نتصل به، واللي نتصل به وما يفوز ليقول ما عنده حظ. مجرد ما اختارك الكنترول هو انت عندك حظ من بين هاي الالاف الارقام اللي تبعث لنا مسجات. وناخذ اول اتصال بحلقتنا لهذا اليوم ونقول الو مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام وهلا. اسم الثلاثة من وين؟ عاد باسم زوجي. عاد اسم زوجك؟ من حقك؟ يوسف عبد الرزاق درويش. بس كون زوجك قاعد يمك. ها؟ زوجك كون قاعد يمك. لا لا هو موجود. تمام، جاي تتابعيننا هسه انت بالشاشه؟ ايه. حلو، من وين انت زينب؟ شو اسمها هي؟ ما قالت اسمها. يوسف، يوسف عبد الرزاق. زينب ايش حكيت؟ شو ام يوسف؟ اسميك ام يوسف؟ ام منو؟ ام علي. ام علي. من وين انت ام علي؟ من بغداد. وين من بغداد؟ منين؟ منين من بغداد ام علي؟ من الامين. يا هلا ابو علي. ام علي جاهزه؟ اي جاهزه. يلا قول لي لو اوقف اني راسا راح اوقف. اوقف. يلا وقفت. اوقف اني. وقفت. اقطع ام علي؟ اي اقطع. قطعت. يمنى لو يسرى ام علي؟ يسرى. ثبت؟ اي ثبت. وهذه الورقة اللي تلعبين عليها يا أم علي. أحمر ولا أسود؟ أحمر. رقم لو بدون رقم؟ لا بدون رقم. بدون رقم. يمكن تتابع البرنامج هواية أم علي صح؟ أي والله هواية متابعته. صار ايش قد تتابعينه؟ من بداية الحلقة. من بداية رمضان قصدك؟ أي من بداية رمضان. شلون حظك أم علي حلو؟ الحمد لله زين. والله حظك كلش حلو، ولو طالبة 10 أحمر كان طلع نص مليون دينار عراقي. مبروك عليك ال 100,000. شكرا أني. عفواً. رحم الله والدي. والديتش بعد إيش نحسان أم علي. يلا اتصال آخر ونقول ألو. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور عيني شلونك؟ يا هلا كل الهلا، اسمك الثلاثي ومن وين؟ مديحة عبد الله شنيشل. مديحة عبد الله شنيشل، من وين مديحة؟ من بغداد. زيد عمرك مديحة؟ والله أنا مكان عمتي عادي أحكي. العفو؟
أنا مكان عمتي أحكي عادي. ها مكان عمتك وأكيد هذا اسم عمتك. إي اسم عمتي. إي ماكو مديحة يعني عمرها أقل 30 سنة. من 40 لا تقريبا 50 40 هيك. إي معروفة بينة. زين هو أنت اللي تتابعينا لو عمتك؟ والله كل إحنا يعني موجودين عائلة كلها. زين أنت هاي عمتك أم زوجك؟ لو أخت لو شنو؟ إي أم زوجي. شو هالعلاقة بينك وبين عمتك؟ ما تقدر تحكي. شو هالعلاقة بينك وبين عمتك؟ لا الحمد لله زينة. زينة أكيد؟ أكيد. من تصير عصبية عليك شوي تتحمليها مو؟ لا لا عادي ماكو مشكلة عادي. عفية عفية عفية. أم منو أنتِ؟ أم مؤمل. أم مؤمل، من وين أم مؤمل أنتِ؟ من حي البتول. يا هلا، شلون الخدمات يمكم؟ الحمد لله زينة. سووا لكم التبليط، المي، المجاري؟ لا لا والله ماكو. أوه. إلكم الله بالشتاء. بعد كم يوم تجيكم مطره؟ اي اي الله يكون في عونكم. يلا مؤمل جاي تتابعينا هسه قدام الشاشه؟ مقابيل الشاشه نعم. والعائله قاعده يمك؟ اي والله موجودين. وعمتك قاعده يمك؟ اي والله حاليا مقابيلي. راضيه عليك عمتك؟ خلينا نسمعها تقول راضيه لولا. خلينا نسمعها تقول اي لولا. الو الو ها يوم ها حجي الله يساعدك. هلا بيك يمه. شلونك يمه؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله يمه على الله نسال عليكم. ان شاء الله زينه، صحه صحه زينه. ان شاء الله. الله يسلمك يوم. صحه وسلامه حجيه، متابعتنا انت يمه؟ اي والله من بدا رمضان اليوم احنا متابعين. شنو رايك في البرنامج حجيه؟ خلص الله عليكم ونعم الله عليكم على البرنامج هذا الحلو. لا عاد خليك تتعبيني انا حجيه، ان شاء الله تفوزين. ان شاء الله كله بحال الله واهل الدين. يلا بس نصوا صوت التلفزيون من يومكم. نفس صوت التلفزيون. يلا حجيه جاهزه قولي لي اوقف راح اوقف. ايوه. يلا يمه. اتوقف يمه. اتوقف بقى الحجيه حافظ القانون وحافظ البرنامج كله. من بدايه رمضان اليوم انا متابعتك نايم على الشربا يوم متابعتك. صحة سلامة. صحة وسلامة حجية، شلون انت شناين وياك؟ لا الحمد لله نعمة خير من خير الله. خير خير عساكم بنص الخير. يلا حجية اقطع. اقطع يمه اقطع. قطعت يمه. شوف ايش قد حلو من تقول لي يمه. بيها حنية، كلك حنية حجية. حجية يمنى لو يسرى. يوم يمنى. يمنى؟ ثبت؟ يمنى ان شاء ان شاء الله. يلا يوم حجية أم منو؟ أنا أم أنوار. يا هلا أم أنوار حجية. أحمر لو أسود؟ والله يوم إن شاء الله على الله نقول أسود. يا الله يا الله. رقم لو بدون رقم؟ لا بدون رقم. يا رب تفوزوا وأنا أم أنوار اليوم. إن شاء الله هل الله وأهل البيت إن شاء الله. أسود بدون رقم. أسود بدون رقم. أم منوار. أم منوار. هاي أمي. من بدأ البرنامج الهسي؟ ما أقول لك ما أنقهر مرات على الناس اللي ما يفوزون. بس والله كل شيء قهرت لما فزتي أنا أنت. هاي الحمد لله المهم المشاركة. أي والله يعني أنا هسي كل شيء انقهرت. ما تتوقعي. الحمد لله الحمد لله المهم شاركنا يوم. بس تعرفين شنو أم منوار؟ أنا كلش فرحان لأن سمعت هذا الصوت الحلو. وهاي الحنيه الحلوه مجرد ما تقولي لي يوم احس صدق امي امانه هاي اليوم من تطلع من عندك انا اطلب من الله يعطيك الصحه والسلامه والعافيه والستر ووفق ان شاء الله والله يهدي عليك اولادك ويا ربي تكونين خيمه على عائلتك والله والديك صحه وسلامه يمه شوفك على خير هلا بيك هلا بيك يلا في مال الله والله صدق قهرت لان ما فازت مع الاسف يلا والكنترول هم ما احكي لك شيء يا ام منور هم كلش ضاجوا. يلا اتصال اخر بس هذا قانون اللعبه يعني ما نقدر كل شيء نسوي به. اتصال اخر ونقول الو. الو. مساء الخير. مساء النور يا هلا. اسمك الثلاثي ومن وين؟ رحمه عبد القادر سلمان من الزعفرانيه. يا هلا برحمه. زين عمرك رحمه؟ 28. هذا اسمك لو اسم عمتك؟ لا اسمه ما عندي عمه أكيد رحمة أكيد 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 طبعا رحمة متابعتنا تي برمضان؟ نعم
أنا متابعة بس حالياً ماي متلفزيون لأنه أنا بشغل برا يعني برا البيت. الله إيه؟ الله يا رحمة. يعني هسه مو قدام الشاشة أنت؟ ها عيني؟ يعني هسه أنت مو قدام الشاشة ما يهمك. ما طلعت يلا أي ولا حفلتكم ها عيني؟ يعني هسه أنت ما يهمك الشاشة؟ لا لا ما يهمك الشاشة. على الأسف يا رحمة هذا الصوت الحلو وهذا هذه الطاقة الحلوة كنا نتوقع إنه راح تلعبين ويانا وتفوزين، بس هو قانون البرنامج إنه أنت لازم تكونين أمام الشاشة يعني بالبيت حتى نقدر نلعب وياك، يعني إذا طالعة فقانون البرنامج يقول لك نعتذر حظ أوفر. ليش؟ والله آسفين رحمة إن شاء الله لازم تكونين يعني بالبيت أمام الشاشة حتى إذا مو بالبيت، بس يعني قدامك تلفزيون قدامك قناة يعني تشوفين السومرية. صحيح صحيح. فهاي مصداقية البرنامج لازم تكونون أمام الشاشة حتى تكونين أنتي شوفين حظك باللعب صح؟ يلا إن شاء الله إن شاء الله على المرة الجاية. يلا إن شاء الله شكرا لاتصالك وعلى مشاركتك إن شاء الله بالأيام الجاية تكونين معانا. شكرا لاتصالك يا رحمة. اتصال آخر ونقول ألو. 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 ألو مساء الخير، اسم الثلاثي ومن وين؟ مساء النور. اسمك الثلاثي ومن وين؟ زينب اسماعيل خليل. زينب اسماعيل شنو؟ زينب اسماعيل خليل. زينب اسماعيل خليل من وين زينب؟ من بسمايل. يا هلا بزينب، شلون بسمايل برمضان؟ لا الحمد لله نعمة من الله. يلا عساكم بخير، قد عمرك زينب؟ أنا 29. 29. تشوفين هسه قدام الشاشه؟ عند قدام الشاشه. حلو، متابع البرنامج من زمان زينب؟ لا مو من البدايه، ما صار له هواي من متابعته. اها، دزيتي مسجات هواي لو قليل؟ نعم. مسجات دزيتي هواي لو قليل؟ الصوت ده يقطع. يلا زينب جاهزه؟ نعم. يلا قولي لو اوقف راح اوقف. نعم. يلا. وقف. وقفت. يلا زينب اقطع. نعم. قطعت. زينب يمنى لو يسرى؟ يمنى. ثبت. نعم. نثبت. ثبت. احمر لو اسود؟ لا احمر. الرقم لو بدون رقم؟ بدون رقم. أحمر وبدون رقم. نعم. زينب. نعم. شلون حظك؟ والله نص ونص، بس إن شاء الله يقول حظي حلو وياكم. هو حظك حلو ما دام اختارت الكنترول ودقينا عليك بس. أنا حظك قاعد. الله يسلمك. آلاف الأرقام اللي تشتغل على الكنترول اليوم إذا تشوفين حاسبة ما تقدرين تلقطين لك رقم. لا قد حظك حلو ولقطنا رقمك واتصلنا بيك. يعني ربحت؟ شو تقولين انت؟ ان شاء الله حظه حلو وياكم. ان شاء الله حظك حلو. مبروك عليك ال 100,000 دينار يا زينب. ربحتوا يعني. الله يسلمك، شكرا. شكرا، هلا زينب، باي باي. يلا اتصال اخر ونقول الو. الو. الو مساء الخير. مساء النور. منو يعني؟ اسمك الثلاثي ومن وين؟ دعاء جواد عبد الكاظم من الديوانيه. يا هلا بدعاء، كل الهلا باهل الديوانيه. شو اخباركم؟ اموركم؟ شلون رمضان وياكم؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. دعاء هذا اسمك لو اسم مستعار؟ لا لا اسمي. يعني ما متداين انت؟ لا لا. يعني ما مشتريته وبالنص دار ربعتي. دعاء متابع البرنامج من زمان؟ اي طبعا من البدايه. شنو رايك بي؟ لا حلو. وبعد شو متابعه سومريه؟ والله مو كل البرامج، بس هو برنامج متابعينه. اه ما تفوتين حلقه مو قبل الشاشه. اي طبعا. دعاء شلونك بالطبخ؟ لا زينه. دعاء الديوانيه ايش تستهر؟ بيا اكله. ما دام احنا برمضان نسولف طبعا. ديوانية هواي الأكلات يعني مو أكلة محددة مثلا.
يقولون بالكباب صدق؟ كبابكم طيب؟ كل الاكلات طيبه. اه وانت شاطره بيا طبخي؟ لا كل الطبخ زينان. انت شاطره بهن كلهن؟ طبعا. طوها عفاء. يلا دعاء قولي لي اوقف راح اوقف. ماشي. يلا. اوقف. وقفت. اقطع. اقطع. قطعت. يمنى لو يسرى دعاء. يمنى. احمر لو اسود. احمر ان شاء الله. رقم لو بدون رقم. لا بدون رقم. احمر بدون رقم نثبت. ثبت. احمر وبدون رقم. دعاء شلون حظك؟ يعني وصل. حسيتك واقفه قدام الشاشه؟ اي. جاي تشوفيني؟ اي. ربطتها حمراء ولا سوداء؟ لا سوداء. عافيه، هسه شنو هالورقه مالتك حمراء ولا سوداء؟ تشوفيها؟ بعدني ما اعرفها. هاي قدامك تشوفيها؟ وينها؟ دور عليها، جوا التلفزيون، جوا الميز، بصف الثلاجة. ماكو. مبروك عليك ال 100 ألف يا دعاء. شكرا. عفوا كل الألبيت، شكرا لاتصالك يا دعاء. يلا اتصال آخر ونقول ألو. ألو. الو والله الو. نذكركم بطريقه التواصل معنا على الرقم اللي ظاهر اسفل الشاشه مشاهدينا. طبعا للمشاهدين اللي جدد اللي ما متابعين البرنامج واللي يشوفونا حاليا يقدرون يحفظون هذا الرقم اللي ظاهر اسفل الشاشه ودزونا فقط مسج على الواتساب، يعني مشاركتك راح تكون ويانا مجانيه وتربح ويانا تبلش الجائزه من 100,000 الى نصف مليون دينار عراقي في حال اختاريت رقم ولون. واذا اختاريت بس اللون جائزة 100,000 دينار، وإذا طلع لك جوكر 150,000 دينار. ونقول ألو. ألو. تعرفون الاتصال شوي ازدحامات ورا الفطور وجسور راح تنفتح جديدة وجسر قرطبة شو كي تنفتح، ما ندري نفتح لو لا قالوا ورا ورا الفطور. عليكم السلام. ينفتح وما أحكيكم على الازدحامات إن شاء الله. الله كريم عليكم. الله أكرم. اسمك الثلاثة ومن وين؟ أني سارة عبد الحسين سلمان من بغداد. يا هلا بسارة. من وين سارة؟ من بغداد الجديدة. سارة هذا اسمك ولا اسم عمتك؟ لا اسمي هذا. أكيد سارة. إي ليش؟ سارة عبد الحسين اسمي. يلا سارة قد عمرك؟ أني؟ إي 35 سنة. العمر كله سارة. الله يسلمك سالم عمرك. جاي تشوفينا هسه قدام الشاشة واقفة أو قاعدة؟ إي تمام. اي دا اشوف. منو قاعد يمك؟ ماكو احد يمي. زين جاهزه ساره؟ نعم. ساره قبل لا نلعب، ساره شنو؟ ساره قبل لا نلعب انا وياك، شلون برامج السومريه؟ شو متابعه؟ والله هوايه برامج من عدها حلوه. مثلا؟ والله اشوف هوايه بيها برامج، مسلسلات، هوايه برامج حلوه دا اشوفها. حلو. زين يعني مرات. احمر لو اسود؟ بس البرنامج صار لي يومين تابعته وقلت خليني اشوف حظي. شلون احظك اليوم اللي قطتك كنترول؟ من البدايه قاعد. بعد الله في يمك. هذا ايش عليك؟ انت شلون احظك ساره؟ يعني دائما شلون يكون حظك؟ والله مو شيء. اوه وين مواذبيها مسدوده؟ اي والله. ليش؟ ما عندي حظ هاي بعد. ما تتفالين بالخير ساره، لا تتفالين بالخير. كان قاعد حظك؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله. تفاعل هسه اليوم قولي حظ زين تفوزين. قول حظك مو زين ما تفوزين. لا طبعا حظ زين من اتصال. اي حظ زين. شلون ايش بيه حظك؟ الو ساره يا معوده. ساره حظك وين؟ ساره وراحت. ساره قطع الخط ويا شباب ذهاب وبيها مجال ارجع اتصلوا بيها خطيه. موجودة لو راحت؟
ها الشبكه اما مو زينه ساره، يا ساره شويه تحركي، طلع من المطبخ روح للاستقبال بالبالكون بالجراج بالحديقه بالمرجوحه بلك يلا تجي الشبكه. الو والله خطا يا ساره. ها شباب شوف الكنترول قلبه ما ينطي يقطع الاتصال، بقاها يقولوا لها الو الو لكن الشبكه ويا ساره ما اعرف وين راحت، ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو شنو؟ الو نعود هات تنبين بالازدحام دون انت بيا ازدحام. والله انا بالمول بالمول. الو انت وين؟ صار ساعه عندك عليكم انا بالشارع 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 دا اسمع ماتك اللقاء بالشارع. حرامات احنا عبالنا قدام الشاشه يعني التلفزيون ما يمك. البارحه انتظر ماكو خلص البرنامج وانا انتظر. الله هسه انت وين طالع بالشارع يعني ما يمك تلفزيون؟ يلا هيش عليك يا الله يا حبيبي ما عليك يا الله، مو قانون البرنامج انه انت لازم قاعد قدام الشاشه للمصداقيه حتى تعرف اللون اللي تختاره والرقم اللي تختاره، فانت لازم تكون امام الشاشه من نتصل فيك يا حبيبي. شكرا لك ولمشاركتك، ان شاء الله حظ اوفر، ممنونين منك. يلا مشاهدينا ارجع واكرر قانون البرنامج انه انت لازم تكون امام الشاشه، يعني من تريد تشارك انا بالبرنامج انه انت لازم تكون قريب على الشاشه، لازم تكون متابع البرنامج للمصداقيه، يعني مجرد ما نشوفك الورقه يكون نشوفها، من تقول احمر نشوفها احمر، من تقول اسود تطلع مو اسود هم لازم نشوفها للمصداقيه. فهنا هو انت لازم تكون امام الشاشه. فاصل وراجعين خليكم معنا. ارجع لكم مشاهدينا بعد الفاصل، نذكركم بطريقة التواصل معنا والمشاركة في برنامج أحمر لو أسود اللي تبلغ جائزته من 100,000 إلى نص مليون دينار عراقي. الطريقة كالآتي، هذا الرقم اللي طالع قدامكم جاي تشوفوه أسفل الشاشة، احفظوه بتليفوناتكم وكتبوا عليه أحمر لو أسود سومرية، طبوا على الواتساب دزونا مسج على الواتساب وإحنا اللي راح نرجع نتصل بيكم، والحظ حلو يفوزوا يانا بجائزة 100 150 500,000 300,000 400,000 بعد هاي هو نصيبه. واتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اسمك الثلاثي ومن وين؟ زهراء على حسين من دياله. يا هلا وكثير الهلا بهل دياله، من وين من دياله؟ بعقوبة. هلا مركز محافظة دياله، شلون بعقوبة برمضان؟ والله الحمد لله. انت شلون شو برمضان مرتاحه؟ لو التعب كله عليك. لا الحمد لله ماشي، غسل المواعين والفطور والسحور. اي طبعا اكيد ما حد يساعدك مو؟ لا لا وياي. ها ما يعني يساعد ماكو واحد يغلس؟ لا لا ماكو. كلمة على المواعين، عليها الفطور، عليها السحور، عليها العصير، عليها اللبن. اي يومية على وحدة. انت ايش عليك يومية؟ يعني مرة علي الطبخ. اي وكان يوم على مارة حماية. حما الزاغلين. لا لا ابدا. اكيد حلفي. لا شكرا تحلفي. اكيد. يلا عين متابعتنا ست قدام الشاشة قاعدة. طفات الكهرباء او يلا ما يخالف هاي بد يعني موضوع ازلي هذا مال الكهرباء تنطفي كهرباء تشتغل هسه ان شاء الله تجيكم ما مقطوعه هي سقطت بس المهم انت كنت تتابعينا صح؟ اي اي موجوده يلا متابعتكم. قلتي لي اسمي الزهراء؟ اي ومتابعتنا من زمان؟ اي اي من بدايه الباب. حافظه كم مسج دازت لنا؟ لا والله يعني أنا أول مرة أشترك ببرنامج ويقعد حظي وإنه بعد ما أدري. عفي عليك هاي كلمتك مالي يقعد حظي كلش كافي، يعني مجرد ما الكنترول اختارك هو قاعد حظك ويانا. بالضبط مو صحيح؟ مشاركة مشاركة وإن شاء الله تفوزين ويانا وحظك يذب دوشش اليوم إن شاء الله. يلا فعلا جاهزة قولي لي أوقف.
يلا جت الكهرباء خلاص. يا الله يا الله يا الله يا الله. يلا قول لي لو اوقف راح اوقف. يلا اوقف. وقفت. اقطع. 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 قطعت. يمنى لو يسرى يا زهراء. خلاص ابني يمنى لو يسرى. حلو. تاخذي الرأي ابنك؟ اي اي. ابنك قد عمره زهراء؟ عمره هو زي يقول له 5 سنوات. العمر كله حبيب قلبي، متابعنا اكيد هو ابنك. اي اصلا هو يلح علي، ما راح نشوفك صار يومين، فالحمد لله. هم يلعب بالبيت احمر لو اسود ويا الاطفال؟ لا والله ما لعب، بس هو عنده يعني نفس هاي الاوراق مالتكم يلعب هو وابن حمايه، هو وابن عمي. حبيب قلبي بس قول لي مين اجيب لك علابه تونغام؟ هو ديبوا عليك حاليا. يلا لا تخليه هو يختار. خلينا نتفائل بيه. يلا. يلا قول لي ليمنى لو يسرى. تعرف هذا؟ اديهم يمنى لو يسرى. يمنى. يلا يمنى. يلا يسرى. يمنى لو يسرى. صحتي. يسرى. يسرى نرجع الورقة نختار اليسرى. يلا أحمر لو أسود. يسرى. أديهم أحمر لو أسود. يقول أسود. أدومي رقم لو بدون رقم. رقم لا بدون رقم عادة. بدون رقم. حلو، يعني هسه تثبتين انت اسود بدون رقم؟ اي اي اثبت. اسود بدون رقم، خلينا نشوف حظك يا زهراء، زين، زهراء هذا حظك وحظ ابنك قبل لا نكشف الورقة. هذا حظ ابني. شو تقولين انت؟ ما ادري انا حظه حلو بس اجرب حظ اليوم لاول مره. واقول لك انا مبروك عليك ال 100,000 يا زهراء او مو قلت الدومي. من عيوني. الدومي ربحتي انا الدومي. عيوني شكرا. ده يسمع ده يسمع ادم ده يسمعنا؟ اي ده يسمع. روح ادم ايش راح يخلص اطفال المنطقه اليوم؟ راح يقول لهم انا ربحت ب 100,000 مبروك عليك وعلي يا زهراء. من عيوني. شكرا شكرا جزيلا. شكرا لك وكل هلا بيك. اتصال اخر ونقول الو. 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 هل تسمعني اجب؟ الو. الو. مساء الخير. مساء الانوار. اسمك الثلاثي ومن وين؟ رجعت. سارة عبد الحسين. سارة ندور عليك ندور عليك نصيح. الو الو سارة وينك؟ ماكو راح صوتك. اي رجعت لك. باي هاي بس من طار الحظ. بده يطلع بالتليفون وبالتلفزيون. عم الله وكيلك حظك فول. انقطع الاتصال ورجعنا نتصل بيك. وارقام الاف اختارت الكنترول واتصلنا بيك. بعد شنو تقول حظ ابو زين؟ حظ حلو من افوز. يجوز حظك حلو بس ويانا؟ نصير صوت التلفزيون سارة. نصير صوت التلفزيون حتى تسمعين. اسمعين من التليفون. بعد. خلنا نلعب وياك نصير صوت التلفزيون قبل لا ينقطع الخط. أي. يلا سارة قولي لي اوقف راح اوقف. تمام. يلا. وقف. وقفت. يلا سارة اقطع. اي ها هي. وقف. وقفت اقطع. اي تمام. قطعت. يمنى لو يسرى يا ساره. يمنى. ثبت. ثبت. شنو يا ساره شو؟ لازقه هاي ورقه لازقه ببرقتك. نو. اكو واحد لازق بيك؟ ايوه كلها لازقه بي مو بس واحد. اوه. من احتينا احتينا فضفض شوي. كلها تركض وراك ها؟ هي الورقه هي هي على الورقه لازقه بيها خل الورقه لازقه بيها راح مدى بس الورقه لازقه بيها. يلا ساره احمر ولا اسود؟ احمر ان شاء الله. رقم لا بدون رقم؟ رقم. حلو والله عمي ساره سباعيا بينه. ساره يا ست منا تقول يلا رايا رقم. رقم زياد الرقم خلي رقم واحد. أوه.
يوم ميلادي. لا شوفي سارة، واحد ماكو واثنين ماكو، من ثلاثة للعشرة. أربعة. أربعة. أربعة، واللون؟ اللون أحمر. أحمر، أربعة أحمر تلعبين على 200 ألف دينار عراقي. سارة. اسمعيني. نعم. أسد لا تقولين حظه مو حلو، حظه حلو. أنت شوية تفوتين بالعميق. تمام. وأنا أقول لك هو حظك معلق بس أنت ما تندلي. شلون؟ يعني حظك فول. بس أنت الدو يعني شلون؟ دائماً خلينا نقول أي يعني تخربطين بحظك. يعني شلون؟ بسرعة. بس اسمعيني، يعني أنت مثلاً عندك مستقبل كلش عالي، أنت وين تروحين على الناصي؟ تروحين على الوسطاني، يعني حظك يطلب من عندك اشياء كبيره. قليل. انه انت مثلا لازم تكونين بالمكان الكبير، كبير الله، بالمكان الزين، انت شويه تكونين قنوعه، تروحين على البسيط، على القليل، تحكين على حظك. احسن. شلون احسن؟ يعني هسه مثلا. لا خليني. يعني مثلا هسه انت اليوم شو تقولين، فزتي ولا ما فزتي؟ والله ظلت ايامكم بعد. وانا جاي. خوي رحم على والدك. انا جاي. أنا علينا هاي لعبة حظ، بعد انتو حظك. والله أنا متفائلة بيك، أمي يمي تقول لي احنا متفائلين بيك. متفائلين بي؟ لا أخوي لا 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 لا، هاي النكتة سمعتها هواي. لا وهم زين قبل لا قلت متفائلين بيك أنا حكيت لك. سارة باع اسمعي لي، أنا من قلت لك حظك يعني كبير وحظك. لا شوف اسمعني أنا صريحة، أنا مو هالقد بالبرامج الله وكيلك، بس مرات من أجي للتلفزيون من تطلع ببرامجك بعض البرامج يعني عندك يعني من أبو لا والله يعني أحب سوالفك، أحب برامجك تكون حلوة. والله خجلتيني، والله يا سارة خجلتيني، والدليل إنه إحنا رجعنا اتصلنا بيك مرة ثلاث، يعني انقطع الاتصال ورجعنا وما حكيلك الاتصالات شقد والمسجات شقد. بس انا من جاي اقول لك يا ساره انت حظك مفول، يعني اولا طلبت واحد يعني الواحد يطلع لك، بعدين قنعناك قلنا لك يابا ما يصير واحد، من الثلاثه للعشره طلبت اربعه، الاربعه هن 200,000، هسه انت لو قايله 10 احمر هيك هيك تقول 10 احمر كان طلعت لك نص مليون دينار. باع حظك وين مفول؟ يعني انت اختاريت اللون صح بس الرقم عشرة. باع عشرة طلعت لك أعلى فئة بالأرقام وأعلى جائزة باللعبة، يعني أنت لو طالبة عشرة أحمر كان ربحت نص مليون دينار عراقي، كان ذبيت الدوشش باللعبة. ها باعي بعد أنت بحظك، قول أنا حظ مفول، أعلى نقطة روح أخذي بيها، يعني دخلين على محل وشوفين قطعة من الملابس روحي على أحلى قطعة أخذيها، فهمتي؟ حتى ذا غالي ما يخالف. سارة حظ أوفر وحظك كلش حلو، لا تقول حظه مو حلو. شكرا لاتصالك. يلا اتصال آخر ونقول ألو. ألو. ألو السلام عليكم، رمضان كريم. عليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم. شلون أخوي أخبارك؟ وين ما وين؟ شلونك أنت أخبارك؟ والله بهالدنيا أنت أخبارك؟ أنا بخير وأنت سالم. عساك بخير، اهلا وسهلا، هلا اخوي. اسمك الثلاثي ومن وين؟ ابراهيم عدنان دان من بغداد. يا هلا ابراهيم، من وين ابراهيم من بغداد؟ المدان. يا هلا، كثير الهلا. هذا بيك. بهل المدان. بهلي. ابراهيم بس عيد اسمك الثلاثي؟ ابراهيم عدنان دان. ابراهيم عدنان دان صح؟ بالضبط. ابراهيم ايش تشتغل انت بالمدان؟ والله مصور. شو تسوي؟ مصور من حقك المدان، بيها لوكيشنات حلوه وبيها اجواء. اي نورني نورني. وبيها اجواء حلوه، انا جايكم هواي صورت بيها انت برمضان. والله سويت كمصور انت؟ ها انت كمصور صورت بالمدان؟ وين رحت؟ والله مصور عراس، انا مو مصور يعني جلسات و ها قصدك ما معاملات وهيك. بالضبط بالضبط. عراس يقولوا معاملات. عراس ومعاملات اي نفس الشيء اخوي، رحم على والديك. ابراهيم عندكم بستان؟ لا هناك. لا والله. هات بالمدينة. ها؟ بالمدينة قصد أنت. شنو بيجي بالوسط، بالوسط مو أطرافها. ايه بس أنت مزرعة يعني أطرافها. إيه. يلا إبراهيم جاي شوف نفسك قدام الشاشة قاعد. إيه إيه. يلا قل لي أوقف، راح أوقف. أوقف. وقفت إبراهيم. أقطع. أقطع.
قطعت يا ابراهام يمنى لو يسرى؟ نختار يمنى. ثبت يمنى. ثبت يمنى. ابراهيم شو انت متزوج اثنين؟ لو تريد تتزوج اثنين؟ ها؟ انت متزوج اثنين لو تريد تتزوج الثانية؟ والله ولا وحدة اخوي. ها؟ اي والله. ليش اخوي؟ بعد ملحقيني معود. ها؟ اي والله. يلا اخوي. يم احمر ولا اسود؟ اسود. رقم ولا بدون رقم؟ رقم. حلو. يلا ابراهيم ايش قد الرقم؟ قد ما شلون اختار؟ شلون؟ اي رقم اختار؟ كيفك من الثلاثة للعشرة. وين ثمانية؟ ثمانية اسود، ثبت. ثمانية اسود. ثمانية اسود، ثبت. ثبتي. يعني تلعب على 400 ألف دينار عراقي. خوش. حظك حلو ابراهيم؟ ان شاء الله. نقول بيا الله وبك الله. شو تقول ابراهيم؟ والله بقت يمك خيرا من دسيته. والله انت لو ضيفني اقلب لك الطابق طبق. بس هاي لعبه يا اخي. هاي لعبه وبها قوانين وما حد يعرفها بس رب العالمين. ويلعب بها الحظ والتفاؤل. طلبت ثمانية اسود صح؟ صح. ليش اخترت رقم ثمانية؟ ايش عجب؟ والله هيك عني. دائما تحب رقم ثمانية؟ اي والله دائما. وانا اقول لك تسعة احمر طلعت لك. شلون؟ طلعت لك تسعة احمر. حظ اوفر يعني... يا ابراهيم. لا بشرفك. اي والله. اشكرك اشكرك. حبيب الروح ابراهيم شكرا لاتصالك، كنت قريب جدا من الفوز. يعني انا احب كلش الواحد اللي يفوت بجساره وجراه. يلا اتصال اخر ونقول الو. الو. الو والله الو. الو. الو مساء الخير. مساء النور. اسمك الثلاثي ومن وين؟ اسمي مريم عمار صالح. مريم عمار صالح، من وين مريم؟ من بغداد. وين من بغداد؟ دورة. يا هلا بمريم، ايش قد عمرك مريم؟ عمري 29. العمر كله مريم، جاي تشوفين هسه قدام الشاشة قاعدة؟ اي صحيح. حلو، شنو رأيك في البرنامج؟ والله برنامج كلش حلو. تحبي؟ صراحة يعني أول مرة أشارك ببرنامج. حلو، كل الهلا بيك، شرفتينا يا مريم واهلا وسهلا، وشرفنا انه انت اول مره تشاركين ببرنامج وتتصلين علينا. والحلو بالموضوع انه انت مجرد ما فكرت تشتركين ببرنامج تلفزيوني الكنترول اختار رقمك من بين الاف الارقام. ان شاء الله حظي حلو العدو ياكم. ان شاء الله حظك حلو مريم. دائما انت حظك حلو؟ يعني على اغلب الاحيان اي حلو. عفية عليك يا مريم، يلا. قول لي لو اوقف راح اوقف مريم. اوقف. وقفت. اقطع مريم. اقطع. قطعت. يمنى لو يسرى؟ يسرى. ثبت. ثبت. وعلى اليسرى يا مريم. احمر لو اسود؟ اسود. رقم لو بدون رقم؟ بدون رقم. اسود. بدون رقم، ثبت. ثبت. مريم. شلون انت بالطبخ؟ والله كلش زينة الحمد لله. شنو أحسن طبخة أسويها؟ والله كل الطبخات زينة. سويت فطور اليوم؟ ألو. سويت فطور اليوم؟ اليوم سوينا باميه. بيها لحم لو لا؟ غالي اللحم مو؟ يعني الحمد لله. الله يساعد الفقير. مريم انت قلتي لي اول مره تشاركين ببرنامج صح؟ صحيح. اذا خسرتي راح تشاركين بعد؟ يعني ما اعرف حسب. واذا فزتي؟
اذا فزت اكيد اشارك بعد. مبروك عليك ال 100,000 يا مريم. شكرا. شكرا لاتصالك ولمشاركتك يا مريم. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. الو مساء الخير. مساء النور. اسمك الثلاثي ومن وين؟ شيرين. شيرين طه حسن من بغداد الدوره. يا هلا بشيرين. زيد عمرك شيرين؟ 30. العمر كله يا شيرين. جاي تتابعينا هسه قدام الشاشه؟ بالضبط جوك قدام الشاشه دا اتابعك. منو قاعد يمك من العائله؟ بنات اخوي اثنين. سلمينا عليهم وحده وحده. الله يسلمك. شلون حظك؟ بين بين. بين بين. قلتي لي اسمك شيرين صح؟ شيرين بالضبط. يلا شيرين شلونك بالطبخ؟ حسب المزاج. اذا لي مزاج راح ابدا واذا ما لي مزاج ما راح ادخل المطبخ نهائي. ما تدخلي العالم تموت من الجوع العائله؟ لا الوالده موجوده. صحة وسلامة الله يحفظها لكم. الله يسلمك الله يخليك. يلا شيرين قولي لي وقف راح اوقف. تمام. اوقف. وقفت. اقطع. اقطع. قطعت. يمنى لو يسرى. يسرى. ثبت. ثبت. وهاي اليسرى يا شيرين. رقم لو بدون رقم. بدون رقم. احمر لو اسود. بنت اخوي الصغيرة تقول لي اسود، نختار اسود. انت بكيفك بعد. اسود. اسود ورقم لو بدون رقم؟ بدون رقم. اسود بدون رقم. بنت اخوك انت دائما تسمعين رايها؟ مرات. شو يطلع؟ احب اسال الاطفال اخذ ارائهم. يعني انت مسيره وليست مخيره؟ مو هيك تنقال هي؟ لا لا مو هيك مو هيك بس اتفائل بيهم. تتفائلين بيهم ومن تتفائلين بيهم بالضبط يعني يطلع كلامهم صح؟ اغلب الاوقات اي. مع الاسف هالمره طلع كلامهم غلط. للاسف. حظ اوفر يا شيرين وشكرا لاتصالك او لمشاركتك. احنا اللي اتصلنا بيك. يلا اتصال اخر ونقول الو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بك. اسمك الثلاثي ومن وين؟ داليا رائد خليل. داليا؟ رائد خليل. داليا رائد خليل، من وين داليا؟ من بازل. يا كثير هلا بهالبابل. قد عمرك داليا؟ 22. العمر كل داليا. متابعتنا من زمان؟ اي تابعت. وبعد شنو متابعة سومرية؟ هو بس متابعة. بس احنا؟ عم حظنا حلو احنا الحمد لله والشكر. شلون الحلة برمضان حلوة تطلعون تطبون؟ لا حلوة الحمد لله. حلوة؟ يلا دالي جاهزة؟ جاي تشوفينا قدام الشاشة ست قاعدة؟ لا هسه انا حاليا طالعة وتتصلت علي مو قبل الشاشة. او دالي قانون البرنامج يقول لك انت لازم قاعدة امام الشاشة حتى تشوفين والمصداقية تكون امامك الورقة من تنكشف. يا دالي نعتذر من عندك نقول لك حظ اوفر وشكرا لمشاركتك. اتصال اخر نقول الو. طبعا مشاهدينا هذه المصداقيه اكثر، يمكن اسال اللي يتابع او جاي يشوفنا يقول ليش يعني اوكي واذا هو طالع؟ لا مو اذا طالع راح يدوخ، من هو قاعد قدام الشاشه وبس يسمعنا من التليفون ويشوف امام الشاشه من تنقلب الورقه يشوفها احمر لو اسود، يشوف الرقم مالتها، يشوفها جوكر لو لا، تكون مصداقيه وتكون اللعبه حلوه. واحنا هدفنا انه احنا نسليكم اولا ونسكم ثانيا وبنفس الوقت تستفادون من الجائزه اللي مقدمها او مقدمتها اداره البرنامج. ونقول الو. الو. الو.
رمضان كريم، منو يعني؟ علينا وعليك إن شاء الله. محمد عادل جاسم من بغداد. من وين أبو جاسم من بغداد؟ من منصور. يا هلا أبو جاسم. منصور حلوة برمضان صح؟ ما تنام بالليل؟ الحمد لله موفق دينة. موفقين يا أبو جاسم. أبو جاسم قاعد قدام الشاشة جاي يشوفني؟ اي والله قاعد قدام الشاشة. نصير صوت التلفزيون شوية محمد حتى تسمعني من التليفون، تسمعني واضح؟ صار صار حبيب الروح. يلا أبو جاسم. اي تفضل. قل لي وقف راح أوقف. توقف. توقفت يا أبو جاسم. محمد قد عمرك أنت؟ 36. العمر كله أبو جاسم. يلا أخوي أقطع. أقطع. قطعت. يمنى لو يسرى؟ يمنى. ثبت ثبت. يا هاي اليمنى. أبو جاسم عيني. أنت متزوج؟ لا متزوج الحمد لله، عندي 3 أطفال. الله يحفظهم لك. وزوجتك قاعدة يمك أكيد؟ لا والله أني خارج البيت بس قدام التلفزيون لأن أنا محل حاليا. ها حلو. أقول لك شو، هاي أكو ورقة لزقت بيك، شنو الثانية؟ تريد تتزوج الثانية؟ أنت مفكر تتزوج الثانية؟ لا اه ما فيها مجال. لو فيها مجال نتراجع عادي. اه يعني ما فيها مجال تتزوج بس فيها مجال تتراجع. اي عادي. اوه هاي الخطوه مالتك خطره زي المره مو يمك. لا الحمد لله والشكر. يلا ابو جاسم الله على زوجتي وعلى اطفالي. الله يحفظهم لك ويستر عليكم كعائله يا ابو جاسم. احنا طرافة جان شاقة حبيبي. شاقة احنا شاقة شوي. طبعا اكيد. يلا ابو جاسم. احمر لو اسود؟ اسود. رقم لو بدون رقم؟ رقم. حلو. قد الرقم؟ 4. 4. 4 اسود. اي نعم. اسود 4. ثبت؟ ثبت. تلعب على 200 الف طيب. دينار عراقي يا ابو جاسم. أبو جاسم تلعب على 200 ألف دينار عراقي. شلون حظك أبو جاسم أنت؟ نعمة من الله. عساك بنص الخير. الله يسلمك. بس هالمرة أقول لك حظ أوفر يا أبو جاسم. طلعت لك 10. الحمد لله والشكر. المهم شاركني. المهم شاركت عاشت إيدك، والمهم إن الكنترول اختار رقمك، وهذه أجمل الأشياء. شكرا لاتصالك يا ابو جاسم. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. مساء الخير. مساء النور. اسمك الثلاثي ومن وين؟ عسل سرمد كريم. عسل سرمد كريم، من وين يا عسل؟ من بغداد. وين من بغداد؟ زعفرانية. يا هلا بعسل. جاي تشوفين عسل قدام الشاشة؟ اي. شو تتابعين برمضان على السومرية؟ بس برنامجكم. بس برنامجنا؟ نعم. عاجبك حلو؟ اي. يلا واليوم حظك حلو، البرنامج اختار رقمك واتصلنا بيك. اكيد ان شاء الله. يلا حظك دائما يكون حلو؟ اكيد دائما ان شاء الله. يلا يا عسل قولي لو اوقف راح اوقف. اوقف. وقفت. اقطع عسل. اقطع. قطعت. يمنى لو يسرى يا عسل؟ يمنى. ثبت. ثبت. احمر لو اسود؟ احمر. رقم لو بدون رقم؟ بدون رقم. احمر بدون رقم. قد عمرك عسل؟ 16. العمر كله يا عسل. شو تقولين فزتي انا ولا لا؟ ها؟ شو تقولين فزتي انا ولا لا؟ ان شاء الله. انت قدام الشاشه هسه؟ اي نعم قدام الشاشه. ده تشوفين الورقه؟ ده تشوفين؟ شوف بس ظهرها. لهسه؟ مبروك عليك 100 ألف يا عسل. شكرا. منو قاعد يمي فرح وياك؟
ماما. سلمينا على ماما وشكرا لك لاتصالك يا عسل. الله يسلمك تسلم. هلا باي باي. الفرحة خطيه. يلا اتصال اخر نقول الو. الو. رمضان كريم منو يعني؟ رمضان كريم عليك. هلا حبيبي. يوسف عامر عبد الزهرة. يوسف عامر عبد الجابر مو؟ عبد الزهرة. عبد الزهرة. من وين يوسف؟ ايه. بغداد. وين من بغداد؟ حي العامر. قد عمرك يوسف؟ 27. صورتين واستساخ بطاقة السكن. تمام. يلا يوسف جاي تتابعنا؟ اي. يلا قول لي اوقف راح اوقف. اوقف. قفت. اقطع يوسف. اقطع. قطعت. يمنى ولا يسرى يوسف؟ يمنى. يمنى. احمر ولا اسود؟ اسود رقم خمسة. اسود رقم خمسة؟ ايه. حلو. تلعب على 250 ألف دينار عراقي يا يوسف. ثبت؟ إن شاء الله. ثبت. شلون حظك يوسف؟ والله ياهو ياهو. يعني شلونه؟ يعني زين. زين؟ نقول زين. إن يعني شاء الله. يعني دائما مرات من تقول على أشياء تصير؟ يعني ياهو ياهو، مرات تصير ومرات ما تصير. منو قاعد يمك يوسف؟ والله العالي. منو؟ العائلة. منو من العائلة قاعد يمك؟ أمي وإخواني. سلامي إلى والدتك. شكرا لك. هذا الرقم أنت اختاريته لو منو؟ لا والله بس هذا الرقم يعني أنا دائما أختاره. الرقم شو تقول أنت فزت ويانا لو لا؟ إن شاء الله أهم شيء مشاركة. فزت ويانا لو لا؟ إن شاء الله. ألو؟ الو. مبروك عليك ال 250 الف دينار يا يوسف. مع الهلا. يعني يوسف شكرا استاذ. خليك وياي. والدتك دار جاي نسمع فرحتها. احكي لي الصراحه، هذا الرقم انت اختاريته لو والدتك لو اكو احد من اهلك؟ لا انا هذا الرقم دائما اختاره، يعني حتى مثلا بالطوبه لو هاي رقم خمسه اختار. زين هسه انت ربحت يورا 250 الف دينار عراقي بمسج على الواتساب. هي. مجاني. هاي ال 250 الك لو راح تنطي لوالدتك من عندها. والله هي ملابس العيد ويجوز تطيه. ملابس العيد ويجوز تطيه. لا انا اقول لك لازم تطيها لوالدتك حتى الله يوفقك. ان شاء الله ان شاء الله استاذ. شكرا لمشاركتك يا يوسف. شكراً. مبروك عليك ال 250 الف دينار عراقي. طلبت راسا دايركت طبعا. يوسف قال راسا خمسه اسود، يعني الرقم اجى خمسه اسود وجائزته تكون 250 الف دينار عراقي. مبروك على هذه الجائزه وتلبس الملابس بالهنا. لازم تطل والدتك مو تنسى. يلا اتصال اخر نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شنو غرقنا؟ يا سلام عليكم. السلام عليكم. اسمك الثلاثي ومن وين؟ عليكم السلام. هوسه هوسه يا امك، شنو وين انت؟ الو 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 الو. باي. هذا صوت التلفزيون اللي تعلوه انتو. السلام عليكم. راح نفقد الاتصال وياك. لك استاذ. نصي لي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون رجاء. الو. اي نعم استاذ اسمعك. اسمك الثلاثي ومن وين؟ احنا كربلاء. اسمك الثلاثي؟ منى نعم جواد. منو؟ منى نعمة جواد. منى نعمة جواد. منى زيد عمرك؟ تقريبا 38 سنة. العمر كله يا منى. تابعينا من زمان؟ ايه.
من شو وقت تدزي المسجات؟ من شو وقت تدزي الرسائل؟ من شو وقت؟ وعيني؟ منو من شو وقت تدزي المسجات؟ يعني هيك قبل أسبوع تقريبا. يلا منى ايه قل لي لو وقف راح اوقف. يا عيني هو هي اوقف. يلا وقفت. اقطع. ايه هي اقطع. يمنى لا يسرى. يمنى. احمر لو اسود. احمر. رقم لو بدون رقم. لا بدون رقم. احمر بدون رقم. حظ اوفر يا منى، شكرا لاتصالك. يلا اتصال اخر نقول الو. الو. الو مساء الخير. مساء النور يا اهلا. اسمك الثلاثي ومن وين؟ جاهده كاظم عبيد حمد. آه من بغداد. زاهده. جاهده كاظم. جاهده كاظم. ايش قد عمرك جاهده؟ اسم مركب العفو. ها شوي علي لصوت الجاهده. جاهده كاظم عبيد حمد. جاهده كاظم عبيد حمد. جاهده قد عمرك؟ 47. العمر كله. من وين يا جاهده؟ تسلم. من بغداد. وين من بغداد؟ من بغداد حي الجامعه. بغداد حي الجامعه. يا هلا كل الهلا. جاهده جاي تتابعين البرنامج؟ اي نعم من بدايه رمضان انتظركم. حلو، شنو رايك بالبرنامج؟ يعني كلش لطيف والله يوفقكم ان شاء الله. ذوقك هذا شكرا. برنامج حلو. شكرا لك. وبعد شنو تتابعين على السومريه؟ والله حاليا انا بسبب اطفالي يعني فقط هذا البرنامج اللي احمر او اسود. والله احمر لو اسود. لا لا هو برنامج رمضان يعني. من الشرف. اطفالك يتابعوننا وياك؟ اي تعرف مدارس بين فتره وفتره، بس انا اكثر شيء حابه اشارك يعني بس. الله نشرف. كل اهلا بيك يا جاهده. يلا جاهده قولي له اوقف راح اوقف. اي نعم. أه وقف. وقفت. اقطع. اي نعم اقطع. يمنى لو يسرى. ان شاء الله يمنى. ثبت. ثبت. احمر لو اسود. احمر. رقم لو بدون رقم. احمر بدون رقم. احمر ان شاء الله بدون رقم. مبروك علية الميت ألف دينار. تسلم. يا تسلم جاهدة. تسلم. كنت تتوقعين تفوزين هذا اليوم؟ اي والله كان عندي احساس بس يعني توتر يعني ما بين وبين، بس الحمد لله والشكر. والله تستاهلين يا جاهدة وشكرا لك لمشاركتك ونتمنى لك التوفيق. يلا وناخذ اتصال اخر ونقول الو. 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 رمضان كريم. علينا وعليكم. اسمك الثلاثي ومن وين؟ زهراء عبد الخالق مهدي من محافظة ديالى. زهراء؟ عبد الخالق. زهراء قد عمرك؟ عمري 24. العمر كله يا زهراء. جاي تتابعينا زهراء؟ اي قاعد اتابعك. من زمان تتابعينا؟ اي من زمان. وايد زيتي مسجات؟ ايه وايد زين. يلا قولي له وقف راح اوقف. توقف. توقفت. اقطع. اقطع. قطعت. يمنى لو يسرى. يمنى. ثبت. 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 احمر لو اسود. احمر. رقم لو بدون رقم. رقم. حلو. ايش قد الرقم؟ ثمانية. ثمانية أحمر صح؟ اي صح. ثمانية أحمر. ثبت. ثبت. يعني تلعبين على 400,000 دينار عراقي يا زهراء. اي نعم. زهراء شلون أحظك؟
الحمد لله. يعني انت من زمان من تطلبين شيء يصير او متتمنين شيء يصير؟ إيه الحمد لله. يعني متتفائلين فد شيء يصير قدامك او متتوقعين شيء يصير دائما؟ ايه متفائل بالخير. بس هالمره اقول لك اجت بالتسعين شعرايه هي شعرايتين لو قايله 10 احمر كان جتك نص مليون دينار عراقي. حظ اوفر يا زهراء واشجعك واهنيك على شجاعتك. شكرا مشاهدينا لكل متصل اتصل او لكل متسابق شارك ويانا وما حالف الحظ ونقول له حظ اوفر ان شاء الله ومبروك على كل شخص فاز ويانا واللي شاركوا واللي دا يشاركون ويدزون مسجات نقول لهم الايام ان شاء الله الجايه احنا متواصلين وياكم ان شاء الله الحظ يحالفكم والكنترول يلقط الرقم والشباب يتصلون بكم وتفوزون يانا بجائزه تبلش من 100,000 الى نص مليون دينار عراقي. لهنا وانتهت حلقتنا هذه اليوم مشاهدينا نشوفكم على خير في أمان الله.